مقاتلون إيرانيون على الأراضي السورية، وهم ما يديرون مقر أمنية بالاشتراك مع قوات نظامية سورية أو ربما مع الميليشيات التي تسمى الشبيحة. في هذا المقر الذي يسمى مقر السيدة رقية غرف كثيرة، منها كما تبين الصور غرف خاصة بالاتصالات ويشرف عليها إيرانيون. من حدود تقريبا 6 بار اومدم، حدود 8 ماه جئت إلى سوريا ومكثت فيها فترة طويلة، بقيت فيها 8 شهور وربما سنة. قاتلت وتنقلت في مناطق مختلفة مثل دارية ومعظمية الشام، وأنا الآن في حلب. تمكنا من السيطرة تقريبا على جنوب حلب وبدأنا نتجه نحو الشمال الغربي. للإيرانيين كما هو واضح من خلال هذا الحوار سلطة عليا، فالسوريون يستأذنون الإيراني لغرض منحهم إجازة. يا حاج في ناس بالله العظيم، انا مو فارق معي بقعد سنه، بس في ناس بالله العظيم حلفوا اليمين تركوا اشغالهم واجوا يدافعوا عن وطنهم 15 يوم مديتوهم ال 20، يعني كمان حرام. هلا هن نحن بس ندفع من معنويه المقاتل، معنويه المقاتل بتصير في مصداقيه لما بيجي مره ثانيه بيجي. لا حول ولا قوه الا بالله. يتنقل الإيرانيون من موقع لآخر مع أسلحتهم ولا يعيق تحركهم أي شيء، وتبين الصور أيضا علاقة واضحة بين الإيرانيين والقوات التابعة للنظام السوري. السلام عليكم. السلام. كيفك حبيبي؟ كيف أخبارك؟ ما في مشكلة. الآن أخوان انتشار واحد ساعتين موجود من هنا، يعني هذا عمل حتى إذا مسلحين هجوم، يعني هذا أخوان بالسرعة ممكن انتشار في منطقة. المهم هلا ينتشروا إن شاء الله الآن. ما يتجمعوا بالنقطة. لا لا لا، الآن انتشار بكل. وفي هون عندي أنا كمين حيميلكم الطريق. إن شاء الله. مشان تعرفوها. نعم نعم. هيك العناصر. نعم. هدول. نعم. انتشار أنا بالتحت بجو واحد تاريخ موجود. حسب ناشطين فإن جميع المواقع التي يظهر فيها الإيرانيون تقع في محافظة حلب، وأن هؤلاء الإيرانيين لا يطلعون بمهام تدريب الميليشيات التي تقاتل لجانب النظام فقط، بل يشاركون في القتال أيضا. لواء داود التابع للمعارضة السورية والذي يعمل في المناطق الشمالية لسوريا قال إنه حصل على هذه الصور بعد أن استولى على كاميرا مقاتل إيراني بعد اشتباك قرب حاجز الدواجن في ريف حلب. ويؤكد لواء داود الذي بث هذه الصور أنها الدفعة الأولى، وأن صورا أخرى لإيرانيين ستبث لاحقا على شبكة الإنترنت.